قررت القناة الثانية دوزام إيقاف الإعلام المغربي وديع دادا عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس للتحرير اعتباراً من 21 أكتوبر الجاري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سارعت إلى إصدار بيان أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع وديع دادا معتبرة أن هذا القرار يمثل استهدافاً للعمل النقابي داخل القناة وأدانت النقابة القرار واعتبرت جائرا وتعسفيا مشيره الى ان الهدف من هذه الخطوه هو ترهيب الصحفيين وثنيهم عن الانضمام للنقابه واوضحت النقابه ان توقيت اتخاذ هذا القرار يثير تساؤلات حول محاوله قمع اكثر من مئة صحفي وصحفيه يعملون داخل القناه ووصفت التصرف بانه ارعن ودعت المسؤولين داخل القناه الى التدخل العاجل وفتح تحقيق لتوضيح هذه القرارات كما اكدت النقابه استعدادها لخوض معركه مفتوحه ضد الفساد داخل القناه داعيه المدير العام والرئيس المدير العام للشركه الوطنيه الى التدخل لوقف هذه الممارسات التي تلحق ضررا بسمعه القناه داخليا وخارجيا قرار توقيف وديع داده جاء بعد فتره قصيره من تشكيل تنسيقيه النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه بالقناه الثانيه ما دفع النقابة إلى وصف هذا القرار بأنه انتقامي. وعن خلفية قرار إدارة القناة الثانية، تشير مصادر إلى انزعاج إدارة القناة الثانية من تولي الصحافي ودي بشكل متكرر تنشيط مؤتمرات ولقاءات مقابل مبالغ مالية مهمة، مستغلاً وجهه الإعلامي كصحافي في القناة الثانية ومقدم أخبار وبرامج.